السلام عليكم الإخوان، كيف صبحتم؟ زينين بخير؟ أموركم هانية؟ ساعة الصباح اليوم نعمل لكم واحد فيديو على الناس اللي كتسقسي كيفاش عاملة الخدمة في الترانسبور، فهمتي؟ يعني شي فورمي كيجبر الطوموبيل شنو كيعمل بيها، بزاف وما عارفين الدومين شنو فيه. أنا بالنسبة للناس اللي ما عارفاش الدومين شنو فيه، الناس اللي ما عرفاش الدومين شنو فيه، بحال دابا انا اول مره قبل ما نخدم في الترونسبور، وفاش كنت كنساعد انني نخدم في الترونسبور كنوجد بيرمي وداكشي، كان كيجيب لي الله النوض الصباح ندخل الناس ديال، يعني ندخل العمال سواء الخياطه ولا الكابلاج، ندخلهم في الصباح ونرجع بحالي للدار، ونرجع موراهم في العشيه نخرجهم ونمشي بحال هادي هي الخدمه الطرون. كنت يعني كنت كنظن في البال ديالي حتى ديكور ضم دراس. ولكن الاخوان نهار الاولاني نشبر فيه الترونسبور كانت عندي اول باراده في الاربعاء وتولد فازايله من مسنانه نازايله، هادي اول باراده، يعني اول تراجي واول باراده نبدا فيها، يعني باراده هي في كيوقف الشخص، البارادة الثانية هو فين كيوقف الشخص الثاني، البارادة الثالثة هو فين كيوقف الشخص الثالث، والرابع البارادة هما ماشيين، فهمت؟ حنا كنقولو لهم بارادة هنا في الشارع، في طنجة كنقولو بارادة، هادي ناحية. المهم خصني الأربعة وثلث نكون في أزايلا، نمشي نتنفس، الله يرضي عليك، الأربعة وثلث خصني نكون في أزايلا، إذا شمن ساعة كنخرج من الدار، نخرج في ثلاثة للأربعة، إذا شمن ساعة خصني نوض من النعاس. أضعف إيمان نوض في الجوج وربع، لا نوض في الجوج وربع كان طلعت أنا زايلة كنجيب ليك بيا خي شمن ساعة كيبداو ليك الناس بالخدمة، كيبداو في الخامسة الصباح، يعني أنا كنزلو معاك خمسة لارب، خمسة لارب ظنيت أن غادي نمشي بحالي، وهي تجيني مكالمة، دخل فورس فاكن، دخلت فورس فاكن، خرجت الناس الستة. خرجت الناس الستة من تماك، فرقتهم من تماك، مشيت بديت مع الناس في السبعة، بديت مع الناس في السبعة دخلتهم من تماك، مشيت دخلت ديك الناس ديال حاليا هما اللي كيسميوهم ديال السونتر دابيل، السونتر دابيل اما في ديك الساعة هاديك انا ما كنتش عارفهم ان داك الشيء السونتر دابيل وداك الشيء التخربيق انا ما كنعرفوش، كنت فهمتي كيجيوني الناس عاديين بحال موظفين عاديين، المهم من غير الخياطه ومن غير الكابلات، هادو كنبدا معاهم في 8 وقسماين، يعني 9 دولارات كنزلهم، يعني 9 عاد كتسالي الخدمه، يعني كتدخل الدار في 10، وبقاش تسقس فيك الخاو، تسقس فيك في 12 و 4 12 ونص باش تبدا مع الناس في الوحده، دخل الوحده يعني هما كيبداو في الجوج كتخرج الجوج، 3 3 و 4 كتكون سالي كتطلع تغدى. فاش كتطلع تغدى كتطلع تخرج لاربعة ونص، كتخرج الناس لاربعة ونص، كتعاود ترجع تخرج الناس لخمسة ونص، يلا مشيتي ريحتي في قهوة تعدل الدكة كيعيطلك يقولك السوايع في ستة ونص، كتخرج السوايع في ستة ونص دايركت كتدخل ديك الناس الجزيرة اللي هما اللي هدرنا عليهم، اللي قلتلك الدراري ديال السونتر دابي اللي خرجو في 8، كنجيو موراهم في 8 خرجو في 8، شمن ساعة ساليتي عشيه، ساليتي في 9، ديك الساعة كتبدا البارادة. سعود كتبدا بارادا الناس ديال الداخلة والخارجة ديال فورس فاك، عاو كندخل وكنخرج العشرة وكنسالي في الحداش، هنا أنا باقي بوجادي يعني باقي ما عارف والو في هادشي هادا، هادي أنا اللي عارف غير جوج بياخيس، تحت تقريبا شي 12 بياخي، وضربت شي 6 شهور د الدقاقة هايدا عرفتي الخاوة، راه مكاينش النعاس. وتا حاليا دابا اصلا ضعف لي الوجه ديالي من قوة السمر، يعني الخدمة في رمضان كتكون قاصحة بزاف في طنجة في الترونسبور، قاصحة الصراحة، رمضان هو اللي سالاني مر، والحمد لله عندنا الاجر، فهمتي هادشي اللي كاين. هادي في الناحية الدراري عندك الظن انك راك ملي تجي تخدم في الترونسبور، حيت انا وصل لي واحد كومونتير وعجبني، ولكن لابد من التجربة في الحياة، انا جربت يا اخو جرب يا اخو جرب، انت باغي تجرب نجي نقول لك انا ما تجربش، نقول لك ما تخدمش في هاد الخدمه راه حقا
فيها غير مشاكل وتمارة وكذا، لا تجرب الخدمة كيفاش عاملة وتجرب كل شيء، وملي يطلع لك في راسك تبدل الحرفة ولا تبدل الدوم. لأن واحد عشيور بوبري دخل عندي قال لي أنصح الناس يبعدوا من هذه الحرفة صاحبي، فهمت علاش؟ هاتوما تعرفوا علاش، تدخلوا بعد كومونتيرات كتجبر غير هضرة يعني باش بزاف صراحة. أنا عندي كومونتيرات اللي كيدخلوا عندي الناس مزيانين واللي باغا تعرف بزاف، وما توقعتش أن الباج ديالي توصل تقريبا واحد 2000 متابع في الظرف واحد فوقاش نزلت فيديوهات، هذه واحد 15 يوم ولا 10 أيام باش بقيت كنزل فيديوهات. وجبرت الناس صراحة برافو ليهم الخوا، كيأيدوا بنادم وكيحفزوا بنادم وكيخليوك أنك تبغي تعمل شي حاجة. ما أنا هادشي كنت بغيت نعمل لك، راه عملتو شحال هادي، راه من زمان أنا كنقول لك كانت عندي بزاف د الحوايج ما نعمل، فهمتيني؟ باقي بزاف د الحاجات راهم مخبعين ما غاديش يبانو دابا من بعد، لأننا باش هو هذا الموضوع ديالنا. حنا الموضوع ديالنا هو نوصلو بنادم كيفاش يوصل للترونسبور. هو فري قال لي بوبري ديك خانا إلا عملت صح الدراري ما يدخلوش هنا الدومين، علاش؟ هو مجرب أنك كتمشي كتجبر مع الراجلين كطيني يا خوري كوس، كيقول لك الله يرحم والديك. وصلتي الثاني طلع عليك بالسبان والدين وملا والرعارع وكذا، وانت ماشي مزيان وكذا، اولا خرجتي مثلا ها هو تينا مجروب، خرجت شي مرا وضربتي عليها فران كذا، بقات عليك الدعاوي سير الله يعطيك شي مصيبه سير الله يعطيك كذا. بحال واحد هو منزل لك كومونتير عامل لي جدول هاد اللغه العربيه، هو طون الباج ديالو شنقول لك، لا اقسم بالله اخوتي لا شفت الفيديو ديالو مدرق شي تصادمات هيدا وكذا. يعني يلاه ان فوا طلبت الصداقه بيناتنا، قلت له ربما يكون خان السيد عاجبه مثلا الدومين ولا شي حاجه، حيت انا فيها واحد الطبع ما كنرفضش، فهمتيني؟ يعني دار معايا شي واحد غنجاوبوه، ما صافي هو الطبع ديالي. حاجه وحده الا كثر عليا هادشي بزاف ورجعوا كومونتيرات بالالاف ولا بالملايين، ورجعوا ميساجات بالالاف ولا بالملايين، هذيك الانسان ديك الساعه غادي يعذر واحد، فهمتيني؟ ما استطاعش انني نخدم وكذا ونقرا كومونتيرات والتليفون مال شي حاجه هايده وانا طرف العقبه وما عنديش الوقافه يا رمانوس، والله الا خدام معاكم عشوائي على العشره، فهمتيني؟ وانا ما كنقول لكم لا بارطاجي ولا طلعوا بوست لا والو، فهمتي المنظر؟ حنا مع بعضيتنا، حنا اللي غادي يستافد معنا تبارك الله 5 10 اليوم 11 من دابا عام 15 وحنا ماشي، فهمتي؟ ما علينا. خلق عليهم جدول هاد اللغه العربيه ومصور الترونسبور باركيلو زعما بحال نقول لك في الحومه ديالو ولا في الحي، هادي راه مشاكل كتوقع بزاف. عندك الترونسبور والتجار ديالك، شي التجار ديالك كيكون حبيب عليك وعزيز عليك وغالي عليك، يا وقسما بالله لك يرجع عدوك من الدرجه الاولى يا رمان واخي، انت كتباركي حداه هو كيقول لك شديتي لي على الشارجر، ما عندكش، اوكي من حقه، وانا بامكاني نجي نباركي الطوموبيل ديالي حدا باب الدار ديالي، علاش انا ما عنديش الدار، ما عنديش فين باركي حدا الدار، وانما منين كنراعيو، كنراعيو الا جات شي لامبيلونس، عطو شي واحد فحال اورجونس، غنكون انا ناعس ما مسوقش يعني في واحد العالم اللي انا ناعس مضغوط بتمارة، كيفاش هتجيك الخاوة ديالي شي واحد مريض في الدار ديالكم جات بورا لابيلونس وجبرت لي الترونسبور معرف الحومة كاملة، ما تعجبكش غتقول هذا كدا كدا. إذا أنا كنحاول نقصد الإتجاه اللي فيه إتساع بزاف وغنباركي فيه الطوموبيل ديالي ونريح مع راسي، ومريضنا ما عندو بس، لكن يا خويا يقول لك ما تباركيليش هنايا، يا خويا يقول لك ما تباركيليش هنايا، هادي من مشاكل الترونسبور. نزيدك كنكون طالع اللازون، على اللازون باسي وطالع نخرج الناس، كي شي يار لي شي واحد عندو كالا يترزق على الله، هاد الايام السلبية هادي خصو يعملها بهذا، هادي الدراري كيعرفوها مزيان هادي، كيبقى يا خويا السي في في يدو، خويا الله يرحم باك دخلني معاك اللازون الله يحفظك، كيبقى شي يار كدا يعز عليك كتشبر كتهزو كتداخلو معاك اللازون، دخل ما كتضرب حتى 20 يوم شهر ديال الخدمة، كيوقف عليه الترونسبور روطار شي 5 دقايق في الشتا والبرد، أول حاجة شنو كيعمل؟ كيعمل في المكانة ها، كيعمل فيك ها، يقول لك واش من ساعة هادي الخا 10 دقايق ديال الروطار، شكون دخلك اللازون أول مرة دبر الخدمة؟
ارحم يمك شكون دخلك لاجون باش يترونسبور باش الشيفور اللي كان داخل وجبرك بها في داك السيفيس وقال راه يدخل هاد الدرويش ترزق على الله او هاد الدرويشة ترزق على الله يرجع الشيفور بشوية الشيفور قطير اشو لا شيفور هذا يعني قطعتوا الواد وحملوا رجليكم. هادو بالنسبه للعمال اللي كنطيحوا فيهم مشاكل. اما كاينه بعد العمال من اطيب خلق الله الخاو، وانا بعد كنزل بعد فيديو وتشوف والله تقول هذا والله ما خدام معنا الخاو، تقول هذا ما خدام ما كتهزوش في الترونسبور، تقول هذا خايا ولا التجار ديالي. هادي من ناحيه الشيفور اللي كيقولوا عليه السبان، كيبقاو عليه بالسبان ولا فهمتيني قتال ولا كريمينال. شي مره كيكون غير طالع وكيجبر شي مره عندها قفه ثقيله كتعز عليه، علاش هو فحال غدا بعدو ينزل الترونسبور ما يبقاش يخدم هذا الانسان في الترونسبور. ولكن شنو يبدا دار رحمه الوالدين، حتى مول الشركه كيدير رحمه الوالدين غير مباشره بلا ما كتشوف حاجه وحده، ما تشبرش الفلوس. اذا بغيتي تعمل بليزير في واحد ماشي وتوصلوا معاك ما تشبرش من عنده الفلوس. الا بغيتي اجر لك وصاحب السياره رغم ان هادشي ممنوع عليك وانتردي عليك، انتردي عليك. الناس اللي كتسقسيني الترونسبور واش كيبقى عندك ولا ما كيبقاش عندك، الترونسبور كيبقى عندك دائما هو عندك، لكن ماشي هو عندك ملكك الديماري فوقاش ما بغيتي. ملي كتسمى نتا الناس وعندك كونطرا مع الناس انه الا وقع شي حاجه الترونسبور خارج اطار الخدمه كتحمل المسؤوليه ديالها، حتى اذا كانت ديفو باشي ديالك دخل فيك من اللور وهي باش الساعات خدمه انت نهار الحد نطي ديماريتي جاي اخر دخل فيك من اللور كتحمل مسؤوليه الترونسبور، فهمتي؟ واذا كنتي خدام به وقعت لك حادثه وانت فوتي كتحمل مسؤوليه الترونسبور، شي حاجه شي ستوب شي حاجه عملتيها شي كتحمل مسؤوليه الترونسبور. ضربك شي واحد في ساعة الخدمة بشي حاجة غير من اللور او داير في الرامبوان ضربك انت في الرامبوان ديالك وضربك واحد اخر بحال اللي وقع في واحد الفيديو انا ما كتحملش مسؤولية الترونسبور، فهمتو؟ يعني هذه في الناحية ديال استغفر الله العظيم. انا قلت لك يعني الناس اللي باغا تدخل هاد الدومين هتعرف غادي تواجه واحد بزاف الدعاوي والسبان ودي ما نعرف داش. وشوف الا كنت انسان في النيه ديالك انك خدام وما كتعملش ديك التصرفات بحال اللي كيعملوهم شي بعضين ف غادي تكون بخير مع راسك. حتى ديك الدعاوي اللي يدعي فيك بنادم راه ما غاديش تستجيب له الدعوه ديالو، لان الله كيشوف اي حاجه، كيشوف انك انت خدام وهو في واحد الساعه ولا عطيك المهم شي حاجه تماك عندك شغل ديالك فين كتعملو، هذا هو الدور ديالك. اما واحد اللي ما انا قلت لك اللي كيقول لي اتوما ما نعرف شكون نتوما ما نعرف شكون، بغيت نقول لك عشري يا خاي طنجة قبل الترونسبوريس، طنجة قبل الترونسبوريس الشارع د المدينة ما فيهش بولة تاع شير، بولة مهرسة هايدا عاملة هايدا. شير كتمشين بولفار كتجبر بولة ديال البوطو ديال الضو عامل هايدا، لأن الميزانية كاملة كتمشين الداخل. لكن ملي دخلوا الترونسبوريس ودخلوا الاستثمارات وسوق الشركات وكذا وخدم الحديد ومازوت خدام دابا وساعة وكاز و عرفتي شنو هي الكلمة شنو كتعمل مرضك كازا ولا مالك، واش عارف عشيري شنو الاقتصاد كيطلع الترونسبور ولا ما عارفش، واش عارف حاليا انا يوميا كنعمر 600 دابا الدرهم، كنت كنعمر 300 درهم في 2015 كان مازوت 8 درهم وشي حاجة ولا دابا مازوت 15 درهم الخاوة، راه بلان كيطيح ب 1600 ولا 1700 درهم، بلان كيتطحن في يومين عشيري، وقسم 1700 درهم في يومين، ضرب كل ضرب شحال من ترونسبور كاينة في طنجة، شحال من طوموبيل كاينة في طنجة ديال الترونسبور، وضرب حسب لي شحال من شركة كاينة، وكل شركة شحال كتكونسومي د المازوت. سينا السي محمد انا قلتلك شفتك هاد يومين مدور بديك الصابانات وكدا. حق الله الخاوة كنت غنبارطاجي معاكم فيديو ديالو غنقول لكم شوف كدا شوف كدا، كنت غادي ندخل عندك نرخاص وغنحاول نقول لك مثلا الا ما عندك شي خدمة او ما عندك شي حاجة نحاول يعني شنو حنا هذا هو انا الدومين ديالي الترونسبور، غنقول لك عاد دير بيرمي اجي تخدم على راسك شنو بغيتيني نقول لك. ها لو كنت شمكر نقول لك تجيب السيليسيوني ولا انت شمكر واشيري او لا فين تينا نجي عندك انت شمكر. ها
كوش كان انجليزي نقول لك يلا الانجليزي، تكون انت الطبيب نقول لك يلا سيني سمل براسك، مش كتفهمني؟ حنا تربينا هذا، تربينا لا عرفنا شي حاجه نوريوها لبنادم، مش عارف ما تربيناش حنا كنسروا له الحاجه، فهمتيني؟ كل بوحدو كل طم دقمك، حنا كنعرفو كل وكل عشيري، فهمتيني؟ هاد الدومين هذا يقدر يحرر بزاف د الناس اللي ما عارفينش كيفاش يحرروا راسهم من بطاله، لان هذه مصنعه معرفه ما والو. هنايا كاينه تماره بشتى الطرق، يعني كاينه راه تقدر بعد كاينه بعد الشركه راه ما توقفكش من الخدمه الخاوي ديالي، يعني انت يا خادم غتنعس من 12 د الليل الربعة الصباح، وغتنعس من 9 الصباح 12 د النهار، واش فهمتيني؟ ابار ملي كتكونوا الشركات كاملين عندهم السوايع، راه فاش كيكونوا السوايع والضغط الخدمه وكذا، راه الشركات كاملين خصك تعطي الشحط الخاوي، ما كاينش تقول لي انا لا ما نخدمش هادي ولا ما نعملش هادي، عطي الشحط. فاش ما كتكونش الخدمه وكتشوف شركه عندها الشحط، انا اصلا الشركه اللي عندها تماره ما كنمشيش نخدم معاها، وهذا الشيء راه سؤال الناس، فهمتيني؟ عندك تماره ما نمشيش نخدم معاك، نمشي نريح مع راسي افضل، كنبقى ناعس بزاف يعني. خدم يا 4 شهور في العام 5 شهور حق الله، الا عمري خدمت العام كامل، خدمت مع واحد الشركه ضربت معاهم تيمبورادا طويله، ورغم ذلك مقسمه على جوج، فهمتي؟ ضربت معاهم شي عام وشهرين وشي حاجه، وعاود مشيت في حالي، عاود رجعت لعندو، واش فهمتيني؟ صافي انا ملي كنشوف شي شركه مزيانه وعجباني وخمشي في حالي، كنعاود نعيط لهم نقول لهم فين كاين شي خدمه عادي، كاين كاينه بعض الشركات راه ما نمشيش، فهمتي؟ تخيل واحد الشركه شنو يعملوا معايا، رغم انا كنقول حريفي مثلا وكنسوق والناس وعارفيني واللي عيطوا لي نمشي نخدم فيها، الدراري عارفيني حريفي وهضروا مع الشيفان وتنقات معارف والعالم، واجي هاك الطوموبيل مشينا شي 20 بينا نص الصباح كايها الناس، قلت باش شي مشكله دابا بنادم اللي قال لك اجي نعمل لك فورماسيون، قلت بقى مني من العيبه ما عندنا علاش نتكبروا، وما جوج الناس اللي ما كيتعلموش، فهمتيني؟ اللي كيحشم واللي متكبر، كتحشم الخاوه ما عمرك كتخدم في هذا الشيء هذا او في اي حاجه ما جا قدامك، متكبر كذلك ما عمرك كتعلم ولا توصل شي حاجه، خليك متكبر راني كنقول لك. يعني اول مره نطيح في هذا الموقف هذا وحسيت انني خصني نمشي، لابد نمشي نشوف، يعني انا نبين لك انت عيطتي لي تمني فورماسيون، انا نبين لك ماشي مشكله، مشينا شي 20 بين الخاوه، شي ديك 19 واحد وما كيكملش البريميرات الدوزيام كيقول له نزل، ما كينزل في الطريق ما كيردوش مين جابو، نزل 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 نزل، عيط لي انا قسما بالله خوت، تيتا التروازيام كاتريام قال لي شبر لي من ورجع رياح الله وري، وبقى كيكمل واحد السكن وباقيين له 7 طنط نزلهم كامل صافي هذيك دغيا صرفو، قال له ماذا شيفور هذا، قلت له زعما راه جيت على يد فلان وفلان هو اللي زعما اللي قال لي طان 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 طان، راه قال لي لا لا صافي كاين غنشرح لك الخدمه كيفاش عامل، اشني كاينه الخدمه واشني كاينه وكذا وكذا وكذا، الضمان الاجتماعي ديالك المسائل ديالك كذا، عندنا هاد الخدمه هادي مره 15 يوم عندنا هادي، هضروا معايا مزيانين اوكي ما كاينش مشكل، نقبل بهاد الخدمه نقبل بهاد الشيء هذا ما عندناش مشكل، قال لي عاود نبيرو، حيت انا ما كنتش في البيرو ديال اللي فيه موظفين اللي كي، ولكن كنت في الكراج في الديبو، يعني الديبو كيعملوا لك فورماسيون وكذا السوغان وكذا، ولكن الوثائق ديالك وكذا في فينا تاع تريق المسائل ديالك كتعاود نبيرو، عاود نبيرو قال لي قلت له السلام عليكم انا دوز فورماسيون راه عيطوا لك واقيلا في كذا في المسائل زعما، راه قال لي راه البيرمي ديالك تيسو البيرمي ديالي تيسو لا فيزيت العينين ديالي شبرهم من عندي ودخل، فتخانا دارك يعرفوا طنجة كاملين، ولكن ما نقدرش نسمي الانسان ولا نسمي الشركه بهذه الطريقه هذه، حيت اللي نحفظوا كل واحد سبحان الله، يعني ما نقدروش نفضحوا الناس، هذا هو اللي كاين، حنا ما نعملوش هذا الشيء باش نفضحوا الناس، وانما تجربه تحت فيها، دخل دخلنا ديك البيرو ديالو، هذا هو المدير بالعربيه، دخل ديك البيرو كذا طن طن طن، خرجنا عندي قال لي وخلي النمره ديالك ومن نحتاجك نعيطولك، وقال واحد البنت تما كاك عمل فوتوكوبي هاد البيرمي وعمل فوتوكوبي، قلت له اجي سي محمد اجي عمل زايد اقسم بالله فوق ديك الطابله، عطيت ديك البيرمي وديك وديك لا فيزيت ديال العينين الصراط، قلت له ما محتاجش الخدمه الخاوة السلام عليكم، انا من 8 الصباح وانا كنطاطي معاكم دابا تقول لي راه النمره من بعد نعيط لك، تعيط لي جي الخاوة شكون اللي قال لك عيط لي، وانا اصلا ما عيطت لكمش، انا قال لي اجي تخدم ومشيت نخدم،
فهمتيني؟ انا ما بغيتش نتكبر عليكم في الاول ونقول لكم مثلا انا شيفور ما عندك، علاش تبقى تقول لي انا غادي نجربك مع 20 واحد؟ ولكن حنا قلنا جوج الناس اللي ما كيتعلموش، اللي متكبر واللي كيحشم. مشيت في حالي من مورا هذاك، ضربت شحال شي 7 شهور وانا مريح مريح بطالة الخاوة، عرفتي شنو هي بطالة؟ بطالة مريح. واحد النهار عيطت لي الشركة هود عندها، انا هاول في الطريق تعيط لي هاد الشركة هادي اللي فيها انا دابا، هادي الهداية. والله الا قلبت الطريق من الشركة يا اخي انا عند هاد، قسما بالله الا قلبت الطريق هود في التاكسي تقريبا نوصل الشركة، لانه ما دوق تقريبا هضرت سونسي مع بعضيتو يا تقريبا الشركة، وهي تجيني مكالمة من الشركة هادي. قلت نموت التاكسي قلب الخاوة طلع هاي الحومة العودة عشيري، وطلعت وخدمت معاهم وضربت معاهم مدة ومشيت حالي ورجعت وخدموني عادي، كاين شي مشاكل مش كتفهمني؟ السلام عليكم، كنموت بالناس وطولت عليكم، راه شي 21 دقيقة في هذا الفيديو. اللي كملوا حتى هنايا راه يعرف دومي انه قاصح، وخا تعيا تتعامل مع بنادم في الطريق راه غيسبك غيسبك. وخا شوف نجيبو الشيخ ياسين العماري اللي داعية دابا حاليا، اللي اقسم بالله كنقسم بالرب بعزة جلال الله كنقسم بالاله، اذا تسوى البلاصه هذه نص نهار الصباح او نص نهار العشيه اللي يكون فيها بنادم كثير، هذا ما الصباح ما كنشوفوش البشري بزاف فهمتي، بالعشيه نعطيه نص نهار العشيه يخدم فيها. اقسم بالله تيدخل شي جوج دقفه في الدعاوي وشي 5 شكاير السبان وشي 4 برامل د اللعانات، هيدا غيبقاو عليه، لان هذا المجتمع كيشوف الطوموبيل كبيره جايزه بديك السرعه كتبان له هي سرعه، رغم ان انت عندك كونتور 40 كتبان انت ما مشيتي بزاف، عندك هنايا انت ما مشيتي عادي، من قادر الطوموبيل غادي توقف باش ايه، ولكن هو لا، هو فاش كيبغي يخرج من شي زنقه وكيشوف راك ماشي كيقول او الله الدعوه بك الله كذا، ولا كان شي واحد قطيع ومخسر وسط الحومه ديالو وانت براني عليك يبقى بالسبان وكذا، ونزل عنده زينه، نزل شبيره نزل عنده متينات تحب شي حاومه مقوده يطيبك والله تيطيبك، خصو غير فيني نادم لا شغل لا مشغل، خصو غير فيني ضرب. وانا قلت لك كتجيبها يا اخو تعمل فيها بليزير تعمل فيه كذا، ولكن داكشي ما كيبانش للناس فهمتيني، كيبان لهم انت كذا، ولكن انا بالنسبه لي كنحارب ببطاله وحياتنا كتموت بالثقالة. 23 دقيقة اخوتي السالم بارك اخوتي، انا اللي كمل فيديو تاعنا هنايا حق الرب الجليل من بعد غيستافد في حاجة زايدة، لان انا عارف كانوا يوجدوا شي حاجات مزيونين فهمتيني، حتى اللي ما حافظش بزاف العربية طنجة وكذا وهادي غتخدموا معايا التراجل، ما خدامش مرياح ما عندكش الشغل في هاد الساعة هادي، الكونيكسيون عندك موجودة، بغيتي تعرف المدينة منها نبداو من كذا، غتبدا معايا بحالي كأول نهار غادي ندخل فيه نخدم فهمتيني، ولكن باش على فيسبوك غادي نفتح واحد القناه، انا ديجا عندي قناه من 2015، انا قلت لك غادي تجبر فيديو عندي الدياسك ديالي الموسيقى ديالي من 2015 فهمتيني المنظر، وانما انا ما كنتش كنسعى في هذيك الشيء هذاك فهمتي، غنحاول ديك القناه هذه كنزول منها ديك الفيديوز وهننزل، حتى ندبر الكاميرا نعملها في اش كيقولوا في بالابريسا ونسكسها نجيب شي حاجه كاليتي شي حاجه مزيونه فيكسيها، وغادي نبدا معاكم بلاني يعني ما بيكم الخدمه الحومه طق 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 شي بسهومه ومونتاج والعالم وكذا وهادي، واذا داك الشيء عجب بنادم وكذا وكذا راه الانسان غادي يكمل، ولا كان داك الشيء ما عليه لا اقبال لا والو غير بلع الحماق ديال الراس وكذا وهادي، نقول لكم يا رمانوس بيردونامي عنديش بروبليم، المهم حنا عايشين لافي الحياه هي ماشيه وكتقاده، وحنا هادشي اللي كاين اخوتي. السلام عليكم وساعه سعيده، وانا من قلت لك من الطبع ديالي عصابي واحد شويه حيت كنشوف بنادم حقار فهمتي، بنادم حقار بصح، علاش ساعه سعيده.